انتي لازم ترفضين يا هبه. شلون يا خلود؟ امي قالت لي بتاخذينه غصب. يعني شلون بتخلين الدكتور سعود وتاخذين هاني؟ لا لا يا هبه، هذا زواج يعني مصير، وما حد يقدر يغصبك على شيء. لا بيغصبوني، انت ما تعرفينهم. امي وخالتي وعمي كلهم يوقفون ضدي، كلهم يغصبوني. ما ادري ايش اسوي خلود، احس اني مفوت من القهر. بسم الله عليك من القهر. زين باعتقادك لو تقدم لك الدكتور سعود ممكن يغير شيء؟ ممكن، على الاقل لو رفضت هاني يكون في سبب لرفضي. انحلت عيل، لازم الدكتور سعود يتقدم لك. شلون؟ شلون يا خلود تبيني اروح له واقول له تعال خطبني؟ انت بتروحي له، بس ها ما راح تقولي له تعال خطبني. عيل شو اقول له؟ انا هي ابي اخذ رايك. رايي؟ شنو بتاخذي رايي؟ قالوا لا 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 لا، ايش ما عرفه يبب يا يمه، بالمبارك بالمبارك. ما قلتي لي يمه ايش رايك؟ اي راي بعد، اي راي الحين تروحين تجيبينه، ولا اقول لك نخلي ابوك يمر عليه في المستشفى. يمه ايش فيك؟ احنا مو قاطين روحنا عليه. مو يا يمه اخاف يطير، يطير منه. اكيد اكيد يا عمي طاير من الفرحه. تستاهل يا هاني تستاهل. يا يبا وياي سكر انا عاد. هذا البنفسجي ما فيه سكر. لا نشوف. تستاهل ان شاء الله، الله يبارك ان شاء الله بالذريه الصالحه. سلمك عمي. مبروك يا هبه، انت تستاهلين كل خير. يعني انت مو زعلان؟ زعلان؟ ايش حق ازعل؟ بالعكس انا فرحان لك وايد. انا مستانس، مستانس وايد اني اليوم شفتك. ايش فيك؟ هبه ايش فيك؟ تعبانة، تعبانة شوي. هبه هبه هبه. انت شايفني؟ لا تفهميني غلط، صدقيني انا مو قصدي شيء، بس ما ابي احد يشوفك معي هني واسبب لك مشكله. ونروح نقعد بالبيت، روحنا. خلاص انت روح اقعد ببيتكم وانا بعد برد بيتنا. ايش فيك زعلتي؟ لا انا ما زعلت، بس تاخرت. هبه ما بيك تفهميني غلط، صدقيني انا مو قصدي. زين ممكن امشي؟ وهذا كل اللي صار. ترى هي من أمس بهالحالة، أعتقد إنها متأثرة بحالة مرضية عندنا بالمستشفى. لا يا سعود، اللي صار ما له إلا تفسير واحد بس. وشنو هالتفسير؟ هبة ما تبي هاني. ممكن تكون ما تبي هاني، زين خلت ترفضه. المهم دانا قولي اللي صار بموضوعنا. تقدر تجي اليوم إذا تبي. خلاص عين، اليوم أنا عندكم. إيش تبيني أسوي؟ أقول لك أختك بتتزوج دكتور، تقول لي إيش تبيني أسوي؟ مبروك، زين كذي؟ لا يا يمه، اللي بتتزوجه دكتور عنده عيادة، يعني ريال راهي، يعني عنده فلوس الدنيا.
ايش رايك يا يما نقول له انه يخلي عرسه وعرس اخوك هنوي بيوم واحد؟ ايه كذي يوفر علينا مصاريف العرس. تصدق والله ويه بخير علينا. اروح ابشر خالتك. صارت خطوبتي هبة. كانت تدرين هاني أنا بيك تسمعني. أنت أخذي أول بعدين نقعد ونسولف. هبة شفيك صاير؟ هبة شفيك؟ هاني لو سمحت خلنا بروحنا. وليش خليكم بروحكم؟ ما في عد غريب. هبة بتصير زوجتي. هاني هبة ما راح تصير زوجتك، فاهم؟ لا يا خلود، أنا موافقة أتزوج هاني. بس وين خواتك؟ يلا يما انا جهزت. عيل وين هبه؟ فوق نايمه. وي من صجها هذه للحين نايمه واحنا قاعد ننطرها تحت؟ تقول ما تبي تروح. كيفها بسلامتها؟ يلا يما يلا تاخرنا. يلا يما ما علي يما، انتوا سبقوني سياره وانا بيكم. بس مو تاخر ان شاء الله. يلا يما. هبة ليش ما تروحين ويانا؟ زين علشان خاطري قومي معنا. زين علشان خاطر دانا، اذا ما جيتي دانا راح تزعل. محمد انا تعبانه. تدرين شلون؟ ما كل اخلي دانا تكلمك. الو دانا شلونك؟ مبروك مقدما. لا لا جايين جايين، بس هبه تعبانه وتقول ما تبي تجي. ها لحظه لحظه الحين اخليك تحاكينها. الو مبروك يا دانا. لا تعبانة شوي. هبة انت من صدقك؟ شلون يعني؟ انا ما استاهل التعبين علشاني؟ ترى اذا ما جيتي بزعل منك، مو بس انا، حتى الدكتور سعود. دكتور سعود؟ وليش يزعل مني؟ انا ايش سويت له؟ شلون ما تبينه يزعل؟ وانت ما تبين تين خطوبته على بنت عمك؟ هبه بس فيك. هبه ايش فيك؟ ردي علي. هبه ايش فيك؟ ايش فيك ردي علي؟ الو دانا بعدين اكلمك. ايش فيك هبه؟ ما فيني شيء، بس تعبانه شوي. زين قومي وديش المستشفى. قلت لك يا محمد ما فيني شيء، روحوا لا تأخرون. شلون نروح ونخليك بروحك كذي؟ الحين بنام وبصير أحسن. قلت لك روح. إي بس يا محمد قلت لك روح خلاص. خليه بروحه. على راحتك. سالم مباركة والله. الله يبارك فيك يا عمي. اقول ابو هاني امي تقول لا تنسى سالفه المهر حاجه. اسكت انت ايش فيك تستهل؟ انزين يا عمي، تحب ندخل بالتفاصيل الحين ونخليها بعدين؟ والله على راحتك يا دكتور. انا اشوف يا عمي نخليها بعدين احسن.
لا والله انا اقول الحين تكلم فيها يعني خوش في الليل قاعده وناسه ونسولف. تستهنوي خير البر عاجله. على العموم انا تحت امركم باللي تامرون فيه. ناصر انت روح الحين وانا اكلمك. روح ها ماشي. بس خلاص حبيبتي ايش رايك تجي معي الحين وترتاحين؟ امشي يا حبيبتي امشي. واتفقنا ان الملكه تكون يوم الخميس. وافق على المهر اللي طلبناه؟ اي وافق ولا قال اي شيء. صدق والله؟ اي عدل ايش عليها؟ الظاهر ان دانا ضبطت عدل. ايش فيكم تطالعوني كذي؟ ما قلت شيء. المهم متى بيدفع المهر؟ ما سألته. وليش ما سألته؟ دام الريال موافق اكيد بيدفع المهر. يمه ايش فيك؟ كنا الريال بينحاش؟ هذا انت خطبتي هبه ولحين ما اعطيتي خالتي المهر. انت سكتي ولا كلمه، لا تتدخلين. انا واختي ما بيننا فرق. انتي واختك حرين بس المهر من حق هبه. مريم شيش ما تحاكين ولدك؟ كنك راضيه على كلام اليهال. خالتي انا ماني ياهل. محمد عيب استح. حمود ايش فيك انت؟ اسمي محمد. خلاص ايش فيكم؟ صلوا على النبي. سالم ما تحكي وياهم. خلاص خلاص يا عيال صلوا على النبي. ما تشوف الحبيب؟ ما ادري ايش فيه شاب ضو. شوف عمي دامكم فتحتوا سالفه المهر اعتقد ان احنا لازم نتكلم بهالموضوع. اسمعني ترى هذا ولد عمها مو غريب. ولد عمها على عيني وعلى راسي بس احنا لازم نتفق. محمد انت ايش فيك اليوم؟ لا تتدخل في الامور هذه. شلون ما تدخل يمه؟ هذه اختي وهذا عمها كاهو موجود وهو اللي امرها. انت شكل تفضلي حبيبتي تفضلي حياتك البيت بيتك. مساء الخير. مساء النور. ناصر اخوي رفيجتي هبه. تفضلي ليش واقفه؟ صبر الصبر زين. شي تختبه؟ ها؟ شنو؟ البيت بيتك لا تستحين. اخوي ناصر وايد اجتماعي بسرعة يتوالف مع الناس. سمر انا لازم استأذن. وين حبيبتي؟ تو الناس قاعدي. لا ما عليه انا لازم اروح وبعدين اهلي ما يدرون اني طالعة. صير تطلعين قبل أن تعرف على بعض أكثر؟ تعالي تعالي هني وين رايح؟ أنت شلي سويت اليوم مع خالتك وعمك؟ أنا ما قلت شيء غلط. نعم؟ كل هذا ما قلت شيء غلط. لا مو ناقص لا تقوموا تكفخهم بعد. أنتوا إيش فيكم؟ وبعدين معاكم هناك نجرة هني نجرة ما تعبون من مشاكل ما تملون؟ بس جب أنتي يمه هبة هذه أختي وأنا كنت قاعد أدافع عن حقها. وليش؟ هبة أم وكلتك عنها محامي؟ ولا وكلتك عنها؟ شنو؟ صدق إنك ما تستحي يا جليل الحياة؟ أنت إيش في مخك اليوم؟ يكون بعلمك البيت هذا أنا مسؤولة عنه واللي فيه بعد. صدق إنه هبة مو بنتي لكن أبوك الله يرحمه قبل يموت وصاني عليها. أبوي وصاج وديننا وصلنا وقال أما اليتيمة فلا تقهر. بالله شايفني أنا ظلمتها؟ لا يا يمه ما حد قال كذي
بس ما فيها شيء لو كلمناها وتفاهمنا معاها وشفنا طلباتها. ماكو طلبات على ولد عمها. يمه كاهبة فوق، خل نسألها ونتفاهم معاها. يلا أمري لله، بشوف شنو أخرتها معاك، تفضل. وين راحت؟ يمكن عند خلود. محمد يمه تعال بيك تعال. نعم خالد بليز، أنا قلت لك لا تتصل فيني مرة ثانية. شلون؟ تحبني؟ أوكي رح أعطيك فرصة. خلاص خلني أفكر بالموضوع. أي أوكي ماشي. ناصر وبعدين معك. انا مو قلت لك اصبر، انت ليش مستعجل؟ شو اسوي يا سمور؟ هي حلوه وايد. ادري انها حلوه، وبعدين هبه جديده، وانا من زمان كنت احاول انها تزورني، والحين يوم جت البيت بتنحشها. انطر خلتي مره مرتين وبعدين شوف لها خطه. اوكي يا سمور، بس مو تروح حق غيري. انت خرخش مخابيك عدل وهي ما تروح لغيرك. محمد يا يمه ايش فيك؟ ليش متوتر كذي؟ بعدين هذه مو اول مره تتاخر فيها هبه. ادري يمه، بس قبل لا نطلع هبه كانت وايد تعبانه. ليكون راحت المستشفى. زين ايش رايك تدق على خلود؟ يمكن راحت عندها. خلها تدق عليها. وينك يا يمه؟ وين رحتي؟ شغلتي قلبي عليك. اسفه يمه، ادري اني ازعجتكم، بس كنت تعبانه شوي طلعت اتمشى. اهم شيء انك بخير. هبه يمه، انا واخوك نبي نحاكيك بموضوع. خير يمه؟ خير ان شاء الله. نبي نعرف شنو طلباتك على هاني. قبل طلباتك نبي نعرف انت موافقه ولا لا. محمد شو الحكي هذا؟ الموافقه خلاص احنا منتهين منها، بعدين هذا ولد عمها مو قريب. يمه هذا زواج. خلاص يا جماعه سووا اللي تبونه. يعني انت موافقه؟ قلت لكم خلاص سووا اللي تبونه. مبروك يا ابو هاني، مبروك. الله يبارك في عمرك يا ابو خلود، والفال حق خلود ان شاء الله. الله كريم. اي عاد انا اذا زوجت دانا وهاني ما يبقى عندي غير طلال. بعد طلال زوجه وافرح فيه. اي طلال لين يخلص الجامعه ويشتغل يا من اعيش. تعيش ان شاء الله وتشوف عيالهم وعيال عيالهم. ايه يا ابو خلود، ما بقى في العمر كثر ما راح، وانا لازم اشوف نفسي. اذا تبي تشوف نفسك طالع المنظرة تشوف نفسك. يعني ناوي تتزوج؟ ايه وش فيها؟ من صدقك انت؟ ايه من صدقي يا ابو خلود. لا ابشرك اليومين يمكن تصير. ها يعني منت معزم بس الا خالص؟ طبعا. زين وام هاني؟ وش فيها ام هاني؟ قاعده في بيتها معززه كرمه. لا لا اقصد يعني درت. لا شو اللي يخليها تدري؟ لو درت ما ادري ايش بتسوي فيني. انزين وين حصلت العروس اللي بتاخذك؟ قلنا لك يا ابو خلود الديره متروسه بنات، المهم انت تنوي والباقي سهالات.
ومتى الزواج؟ والله يا ابو خلود انا انطر تصير عندي شويه فلوس، تدري هذه عروس جديده تبي تفرح وتستانس وشهر عسل وما الى ذلك. عاد انا ناوي ارهن البيت واخذ عليه قرض، بس يكون ما تدري العجوز الشمطاء حصه. مبروك يا دكتور. الله يبارك فيك يا هبه، وان شاء الله نفرح فيك انت وهاني. تفضل. شنو هذه؟ تنتقلين؟ ليش يا هبه؟ انت مضايقه من شيء؟ احد ضايقك؟ لا، بس حابه اروح قسم الاطفال. طلبك مرفوض يا هبه، احنا محتاجينك بالقسم هذا وما نقدر نفرض فيك، بعدين هني بتفيدين اكثر. شوفيني انا مثلا دكتور متخصص بالاورام، لكني فضلت الطب العام علشان هني في حالات اكثر اقدر اتابعها وعشان ابحاثي. صباح الخير. هلا دانا. صباح النور. مبروك يا دانا. الله يبارك فيك، بس ترى انا وايد زعلانه منك لانك ما جيتي امس. ما علي، كنت تعبانه شوي. سلامتك حبيبتي، ما تشوفين شر، بس ترى الملكه الخميس الجاي وانت مو محتاجه عزومه. اكيد ملكه بنت عمي دكتور سعود لازم احضرها. حبيبتي ادري انك اكثر واحده بتكونين فرحانه لي. الله يوفقكم ان شاء الله. دكتور سعود خلي بالك من بنت عمي. دانا بعيوني. مبروك. الله يبارك فيك. ايش فيها هبه؟ تبي تنتقل قسم ثاني. ليش؟ تقول تبي تنتقل قسم الاطفال وانا رفضت. ليش رفضت؟ ما اقدر افرض فيها، هبه من احسن الممرضات اللي عندي. المهم قولي لي ابوك وين القى الحين؟ ليش؟ ابو ودي له المهر. هذا سالم اللي الله سبحانه وتعالى منعم عليه بالعيال اولاد وبنات وبتزوج. انت يا عبد اللطيف لما تبي تفكر الأيام تمر وكل يوم ظهرك ينحن زيادة وراسك يقرب من الأرض. الحق على عمرك، الحق شود الله سبحانه وتعالى يرزقك بولد يرفع راسك ويصير لك ظهر وسند. بس وين اللي بتقبل فيني وتزوجني؟ بس علمنا التف هذا سالم لك اللي بتزوجه وتبي، يعني أنا مالك. بس خلاص كهنا تعبتك معي هبة، ومن قالك إن هذا تعب علي؟ هذا واجبي. جزاك الله خير عن ياه. مها ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي. لا تزعلين مني، بس ما أشوف أحد يزورك. ولا راح تشوفين. ليش؟ وين حلج؟ وين أبو الياهل؟ تفضل يا عمي، هذا المهر اللي طلبته. تفضل تفضل استريح. مشكور يا دكتور. لا تزعل، ان احنا طلبنا هالمهر ترى ما طلبناه علشان البنية، طلبناه علشان تجهز نفسها بالشيء اللي يستاهل قدرك. بالعكس يا عمي انا مو زعلان، بس يا عمي الطلبات والمهر الغالي مو هو اللي حقق السعادة حق البنية. اي نعم صحيح، صح كلامك يا دكتور. زين يا عمي انا بستأذن، تأمرني بشيء ثاني؟ وين انت والناس؟ تعال تعال اعرفك على مدير شركتنا الاستاذ عبد اللطيف.
مره ثانيه ان شاء الله عمي، انا عندي شغل بالمستشفى. حياك الله. مع السلامه. يا هلا ويا مرحبا. اللي سويتيه غلط يا مها. هلك ورايلك لازم يعرفون بمرضك، لازم يوقفون معاك بهالظروف. لا يا حبلا، ما بيهم يعرفون الحين. اليوم ولا باكر لازم بيعرفون. ابي اتعود واعودهم على الفراق الحين. يا مها، اذا الله كاتب لك عمر اقضيه بين هلك وولدك. ما قلتي لي إن متعود عليك وايد؟ حرام تحرمينا من حبك. فكري بكلامي عادل. وين جبت هالفلوس؟ مو مهم، المهم متى تبين العرس؟ انت المعرس وانت اللي تحدد. الليلة. على امرك، على امرك يا عمري. روح البسي علشان نروح نملج، والليلة نحتفل انا وانت لوحدينا، انا وانت وبس. اللي تشوفه يا قلبي، يا ريلي، يا بعلي انت. الفلوس. ليش سويت كذي يا سالم؟ هذا مهر بنتك. كلها يومين وارهن البيت وارد لها فلوسها. المهم اتزوج سمورة حبيبتي وتكون لي بروحي. وشنقليلي الله يعينك على هالليلة. هلا هلا هلا، يلا يا سمورة يبا يلا. اضحك كني رايق البال خالي، والناس تحسبني وانا اموت بسكات. أقضي نهاري بالمزح والتسالي، وأسهر بليلي بهموم معاناة. غريبة هالدنيا. هبة، هبة. نعم يا خلود. للحين تفكرين فيه؟ منو هذا؟ الدكتور سعود. ما راح اقول لك لا، بس صدقيني يا خلود مو بيدي. ادري يا هبه، الحب رغبه بشريه ما تموت، بس انا يا حبيبتي خايفه عليك. انتي لازم تنسينه، بعدين خلاص وهو بيصير ريل دانا بنت عمك. كل شيء ينبني بسنين ينهدم بلحظه الا الحب. أنا بس يبي لي وقت علشان أنسى. يا حبيبتي يا هبة، أنتي لازم تنسين، وهالحب اللي عندك لازم توزعين للناس المحتاجين للي حواليك. مها. مها؟ ومن هي مها؟ يما أنتي ما سمعتي حمود أخوها شو يقول؟ مو خوش فلة كلش. ما عليك من حمود، حمود ياهل ما يفهم شيء. هذه بنت عمك وانت اولى، ما لها مهر. ايه كذي عدل يمان، ما في شيء تدفع. لا لا تدفع شيء، تاخذها طرق العبات. خلاص خلي البنيه بحالها. ها انت قاعد تذاكر ولا تسمع حكينا؟ يمه انت تدري ان ولدك مو قد المسؤوليه. وانت يعني اللي قد المسؤوليه انت حلال هالوي؟ انا على الاقل اشتغل اقدر اصرف، انت منين تصرف؟ انت احنا اللي نعطيك فلوس. مشكور يا هنوي، يا ليت تسجل كل فلس تصرفه علي عشان لما اشتغل ارجع لك. ايه انطر يا حمار لما يجيك الربيع. انتوا ايش فيكم؟ كل واحد مستلم الثاني، ما تحشمون امكم. يمه لك الحشيمه والكرامه، بس هذا ما ادري ايش يبي. يمه انا خايف هنوي يتزوج هبه،
خايف باكر يبهدلها. يبهدلها؟ ليش عيوني؟ أصلاً اللي بتتزوج هالنوي أمها داعيت لها، بعدين هذه بنت عمه بيحطها في عيونه، وبعدين هي بعاجل وتشتغل ومعاشها أكثر من معاشه. لا يمه لا، ماكو أحد يرضى باللي يسوي ولدك. طلع هذا، وليش قاعد تسوي؟ ايش قاعد تسوي؟ ما أدري عنك ايش قاعد يسوي أخوك، ما قاعد يسوي شيء، أصلاً كل اللي قاعد يسوي كل الشباب يسوونه، باكر إن شاء الله لما يتزوج بعقل. اخوانك بيذبحوني. ايش فيهم؟ بعد ايش فيهم؟ طلول ما ايش فيه مع اخوه؟ ما يبي يتزوج، شنو يغار منه؟ الو، مساء الخير. هلا سعود. لا خلصت التحقيق وباكر ان شاء الله بسلم الجريده. الله يعافيك. لا ان شاء الله بيعجبك. ما تبي تشوفه قبل لا اسلم المطبعه؟ خلاص انتحر. يلا تصبح على خير. يوم مسعود راح حق ابوي اليوم وسلم المهر. بس ابوش ما قال لي. يا معيريس عين الله تراك، والقمر والنجوم تمشي وراك، وتغنى القمر والنجوم تريد عليه الله يستر. سعود اليوم مرك الشركة؟ ها؟ سعود؟ أي سعود؟ أي سعود بعد؟ الدكتور سعود. إيه الدكتور سعود. إيش فيه؟ دانا تقول إن مر عليك اليوم الشركة عشان يعطيك المهر. لا مرني ولا شفته. شلون؟ وهو بروحه كلم دانا وقال بيمر عليك اليوم الشركة وبيعطيك المهر. هاي هو يمكن مرني وما حصلني، او يمكن هو انشغل وما مرني. انزين عيل، انا ابيك الحين تمر عليه. ايش فيك يا حصه؟ شلون يعني امر عليه؟ تبيني اروح حق الريال واقول له عطني مهر بنتي؟ يعني من صدقك انت هذا كلام عقلي؟ والله انا خايفه يكون من النوع اللي يلعب على بنات الناس. لا لا لا، هذا دكتور وله اسمه وسمعته ولا هم لها سوالف. بعدين تيش عائلك باكر بيجيك وبيسلمك المهر. نصبر وامرنا لله نشوف اخرتها مع هالدكتور. ايش عندك انت اليوم؟ التعطر والتدهن والتبخر. انت يوم عرسك ما تعطرت يا حسرتي. انا لا ادري حظي كذي، كان حطيت غاز. انت ايش قاعد تبربر؟ لا لا الله يسلمك، انا اقول انا بروح رايح عندي شغل، عندنا وفد جاي علشان الشركة، بروح استقبل الوفد. وفد؟ واكيد الوفد هذا في حريم عشان كذي قاعد تعطر. اشوف الحلوين بدوا يغارون. يا حظي يا حسرة قلبي، على شنو اغير؟ على قراتي ولا على الرزة اللي رازني إياها يا بعد عمري؟ أنا متأكدة يا بعد عمري إن ما في وحدة تغلط غلطتي يا غلطتي. أنا غلطة؟ أنا غلطة؟ والليلة ليلتك يا عريس. خوش بلة خوش بلة، لا سوالفك حلوة، حركاتك عسل، تهبلين تيننين حبيبتي. هلا زواج؟ ايه لا كلمتهم اهلي موافقين. ايه الوالدة والوالد الحين، بس عندنا مشكلة صغيرة شوي بعائلتنا الكريمة. خالي عالج برا، ايه بالخارج، وعمي رايح معاه مرافق. تدرين هذا كبارية العائلة لازم يجون عشان نروح نخطب. إيه حبيبتي. لا إيه حبيبتي. منو؟ أبغى يطقون الباب حبيبتي، بس خل أشوف منو وأكلمك. أوكي. باي عسل باي. ودعتك الله أبوي. أنت
عدل 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 خلصت هذه خلصت جاهزة خوش فلة كش ملك. أنت مو حرام عليك باللي تسويه في بنات الناس؟ أنت مو حرام عليك قاعد تدخل بشؤوني؟ روح خليك حق مذاكرتك وانتبه حق دراستك يا البزر. إذا أنت هذه سوالفك ليش تبي تتزوج هبة؟ إيش فيها هبة؟ أنت ما تستاهلها وحرام تظلم البنية معاك. تكفى يا هنوي خلها بحالها. ليش أخوي هي اشتكت لك من شيء؟ وقالت لك ما تبيني؟ إي لا اشتكت ولا قالت لي شيء. دام لا اشتكت ولا طلبت منك انك تقول لي، انت ايش دخلك بالموضوع؟ شلون ايش دخلني؟ انا ولد عمها. وانا ولد سواق يعني؟ انا ولد عمها بعد، لا بصير ريلها. نجوم السماء اقرب لك. يا طليل، انت الظاهر يا اخوي ان امي ما ربتك عدل، لكن انا اللي بربيك. نزل ايدك! فاني منزل ايدي! ايش فيكم؟ ليش تهوشون؟ تعال شوف يا اخوك هالخبل هذا. ايش صاير يا طلال؟ انا اقول ايش صاير؟ الحبيب مسوي روحه وصي على هبه، لا ما يبيني اتزوجها. ليش ما تبي يتزوجها؟ هنوي مو كفو زواج وحرام نظلم هبه معاه. وانت من طلب رايك؟ ما حد طلب رايي، بس اذا عرف سوالفك تلفوناتك تالي الليل ما راح يرضون فيك. يمه انت عارف كذي؟ يمه تعال حكي انا، لا تقعد تحارب امك. ايش فيكم؟ ليش تهاوشون شكم يا حاج؟ فيكم؟ سلي ولدك هل متعلم؟ سلي قولي ليش يكرهني كذي؟ ليش يكره اخوك كذي؟ انا ما اكرهك. عيل تشتري مني؟ انا ما ابي منك شيء، ابيك تهبه بس ولا كلمه. انت ايش طاري عليك؟ انت ليش ما تبي اخوك يتزوجها؟ طلال يا اخوي صارحني، انت تحب هبه؟ ها اي قول كذي السالفه عيل. لا يا هاني لا حد يفهمني غلط، انا بس كنت خايف على هبه من تصرفاتك. بس هذا السبب؟ يعني الحين لو تركها هنوي بترتاح؟ مو يمكن تتزوج واحد اردى منه؟ ما راح يطلع اردى منه انا متاكد. خلاص يمه وضحت السالفه. الاستاذ طلال يبيني انا اوخر عن هبه لانه هو الاستاذ الجامعي يحبها ويروح يتزوجها، مو عدل كذي يا روميو؟ ايه يا هنوي انا بتزوج هبه. شوف فتش عن هبه وما له شغل بهبه، ولا لك شغل فيني ولا بهبه، وخر عن طريقنا فهمت؟ ولا ما تلوم الا نفسك فهمت تطلب؟ بس صدق ما تصحون على ويوكم تتذابحون قدامي؟ شنو ما في غيره بهالديره؟ ايش فيكم؟ شو اللي صاير؟ ليش اصراخ؟ والله زين توك طلعت من غرفتك كل هالصراخ بين عيالك وما سمعت شيء؟ والله زين انك سمعت، زين انك حسيت فينا مع انك ما تدري عنها ودارك. شوفوا عاد سوالف اليهال تركوها عنكم، انا ما احب هالسوالف، خلكم ريايل واستنبل. وين بتروح؟ قايل لك عندي شغل تاخرت. لا عيوني ما تطلع الا لما تحل مشكله عيالك. ان شاء الله ما في مشاكل وبيعقلون، بعدين انت موجوده طول عمري. انا موجوده وكل شيء على راسي وانت ما تدري عن شيء اصلا. حصه مو وقتها الحين، اقول ايش تاخرت. يبا على الاقل افهم ايش صاير. ولين يعني تبيني اقعد علشان افهم اقول لكم تاخرت؟ لعيوني ماكو طلعه الا لما تحل مشكله عيالك. وش فيهم العيال؟ ما فيهم الا العافيه، هذا هم قدامك. ما تحجون تكلموا خلصوني. عيالك كبروا يا سالم، يبون يتزوجون. اللي بيتزوج يتزوج وفقنا. يبا السالفه ان هاني خلاص بياخذ هبه. ايه وطلال بعد يبي ياخذ هبه. طلال بعد يبي هبه بسيطه يسوون عليها قرعة. يبا هذه بنت عمهم. من يقول انها بنت عمهم؟ الحين انتو هادين بنات الديرة كلهم، بنات الحمايل والعوايل وبنت عمكم الصجية، وتهاوشون على واحدة من الشارع. منو من الشارع؟ انت عن منو قاعد تحكي؟ هبة. ليش؟ هبة مو بنت نورة؟ لا يبا نورة طول عمرها ما كانت تثيب عيال،
هذه هبة أخوي عبد الله الله يرحمه لقاها عند المسجد، فهمتوا؟ مستحيل. شوف شوف.